بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل ورشة أبو عسكون لتصليح السيارات، ومعنا السيد سعيد عسام. أهلا بك سيد سعيد. أهلا بك. أهلا بك، يعطيك العافية ومشكور على حسن استقبال فريقنا. الله يسلمك يا حضرة الإسلام. الله يخليك سيد سعيد. قبل ما نتكلم عن الورشة والخدمات اللي أنتم بتقدموها، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد سعيد وكيف كانت بداية حياتك العملية. والله أنا قبل كنت شغال بكاتر رينس، كيف تقريبا بديت فيها من سنة 87، وبديت يعني ميكانيكي يعني كيف، والحمد لله طورت شوي شوي من ميكانيكي، صرت فورمان وصرت يعني ورشوب مانجر، صرت سيرفيس مانجر، رحت على بريطانيا، رحنا على الجنوب الأفريقية ممثل الشركة، والحمد لله مش الحال، بس صارت الظروف إنه الوكالة سكرت في 2005 وتركنا الوكالة وجيت فتحت محل هنا، والحمد لله بدينا هون محل بسيط كيف، وما كان في يعني ولا إمكانيات ولا حاجة، وفتحنا تقريبا في الدين، والحمد لله شوي شوي تقريبا عاد سنين لحالي هنا، ما عندي عامل، ما عندي أي شيء. من 87 ل 88 تقريبا عانيت شوي بالأول في الوكالة، وهو من 2005 لما بديت يعني بعد ما خلصت الوكالة. حتى عرف قبل الحلقة ما شاء الله فرقتنا، انت واخد كتير شهادات تكليف في الحمد لله. نعم. والسادة المشاهدين دلوقتي بيشوفوا الشهادات اللي حضرتك واخدها، فاكتسبت اصلا من خلال الوكالة هي تقريبا 19 سنة بس بالوكالة، بدأت من ميكانيكي لفورمان لوركشوب مانجر لسيرفيس مانجر، ورحت على بريطانيا وجنوب افريقيا ممثل الشركة يعني كيف، والحمد لله كنت انا الاكسبيرينس اللي انت بقى مؤهل اللي انت تفتح ورشة لحالك بالخبرات اللي عندك هي. نعم الحمد لله يعني كيف، ونفس الوقت يعني احنا كنت مبتكر يعني كيف، يعني انه اي حاجة بتخرب انه لازم تسوي لها اي عدة تولز تلاقي لها حلول. لما بدينا بال 87 كان كل شيء بسيط مبسط، يعني حتى كده ننزل الماكينة على الأرض، الجير على الأرض، كل شيء يعني الحمد لله شوي شوي تطورنا وصار عندنا إمكانيات هلا. بس اللي صار إنه بعد 2005 لما خسرت الوكالة اضطرينا نترك الوكالة وجيت على مسطح هنا وفتحت المحل، كان عندي محل صغير كتير، والحمد لله يعني بديت بسيط كيف وما في إمكانيات، والحمد لله يعني الإنسان اللي بيتقي ربنا كيف بيمشي بحق الله، الله بيعطيه كيف. ورشة أبو عسكور تصليح السيارات، إيه الخدمات والسيرفيس اللي أنتم بتقدموها؟ الحين مبدئياً عندنا كل الخدمات، يعني كهرباء، ميكانيك، فك مكاين، أبرول كامل، سيرفيس زيوت، فلاتر، بريكات، صبغ برضو عندنا صبغ الكيف، كل شيء بتطلب كسيارة صيانة عامة من إلى كله متوفر إن شاء الله. طب ممكن حد دلوقتي من السادة المشاهدين من خلال التقرير اللي شافوه اسألوا السؤال ده، هل انتم متخصصين الصين في نوع سيارة معين ولا جميع انواع السيارات؟ احنا عامة لاند روفر، يعني من ده التخصص، تخصص لاند روفر، يعني مشيت على نفس المنهج اللي هو انا طبعا من 87 اليوم هذا تقريبا فوق 33 سنة بس لاند روفر، والحمد لله يعني عندي على اليوتيوبر عندي متابعين، واي حاجة بحسها انه في فايدة كزبون انا دغري ببعتها، ولما يجينا اي زبون اذا حسيت اي فايده دغري مباشره بقول له شو كيف الحل. لكم التوفيق سيد سعيد. الله يحفظك. والتخصص ده يديكم ميزه وقوه اكتر ان انتم مش اي براند بتشتغلوا فيه، انتم نوع معين مركزين فيه. البريطانيا عامة. فده بيديكم التميز. نعم. على ذكر التميز بقى، جراج ابو عسكور ايه اللي بيميزه عن باقي الجراجات؟ الميزه انه هو بس مختص باللاند روفر كيف،
والزباين اللي بتيجي عندنا عارفين بس انه رينج روفر لاند روفر، وهذا الشخص ربي باللاند روفر. يعني انا فيك تقول كان عمري 18 سنه لما بدأت في الرينج روفر واللاند روفر، يعني انا زي اقول عشت حياه اللاند روفر على ايام الرينجات اول ما بلشت الكربريتر بابين، وعندك الديفندر ايام زمان كان 4 سنين ديفندر، هذول اللي بدينا فيهم، بدينا من كربريتر لانجكتر لموديل لموديل الى يومك هذا، يعني تبعت حياه اللاند روفر كامل من اول ما بدات الى يومك هذا. يعني كيف وما بديناها في المحلات اللي برا، بديتها في الوكاله نفسها. يعني كيف طورات كان من داخل الوكاله. طب انتوا هنا كجراج برضو بتأملوا للكاستمر قطع غيار ولا انتوا كل شيء؟ كل شيء متأمن، قطع غيار في جديد وفي مستعمل، وعندنا محل قطع غيار جديد ومستعمل عندكم برضو تبع وبرضو موجود، وعندنا ميزان كمان للرينج روفر كان، وعندنا ورشتين كمان هنا كمان برضو للصيانة عامة، وان شاء الله ربك بيسهل. طيب يعني ما شاء الله انتوا احنا شايفين جراج فعلا كتير مميز، وعندكم كل الامكانيات اللي تخدم اي حد معاه لاند روفر، وعندكم كمان قطع غيار. بتفكر بقى في ايه؟ ايه اللي انت بتطمح فيه تاعي توصل لايه بعد كده؟ والله كنت مفكر انه نفتح محل كبير يكون مستقل على اوسع عن كيف داخل يعني داخل ابو ظبي، داخل ابو ظبي عموشة بالوكالة، بس ان شاء الله مستقبلا ربك يعطيه. وشوف اي حدا مثلا عنده هالامكانيات اللي عنده نيه انه يفتح الشيء هذا. طب انت كنت خبرتني برضو قبل الحلقه اللي انتوا بيجي لكم كتير كاستمر من راس الخيمه من دبي. مش عايز تفتح جراج هناك تقرب عليهم؟ موجود ان شاء الله، النيه موجوده ان شاء الله، اول ما نأمن كل شيء كامل هون استقرار كامل في ابو ظبي، النيه بنفتح في العين وفي الشارع ان شاء الله. ان شاء الله لكم التوفيق سعيد. طيب اكيد برضو قصه نجاح كبيره ومميزه زي دي ما كانتش هتكمل غير داخل دوله الامارات، لان يعني دوله الامارات بتدعمنا بالاستثمار بالامن والامان. شيوخنا الله يحفظهم مقدمين كل التسهيلات لاي شخص متواجد على هذه الارض الكريمه. انت بقى كواحد من المستثمرين في هذه الدوله شو يعني لك كل هذا؟ والله شوف هون ما شاء الله هون عنده العطاء، يعني اذا حب اي واحد يستثمر هون يعني كثير مميزين بالعطاء. يعني يعني انا لما جيت افتح المحل على طول يعني الحمد لله الله سهلها، وهون يعني سخاء بالاعطاء. يعني انت حاب تعمل مستثمر عامل حاب تعمل شيء على طول بتلاقي كل شيء متوفر حواليك. عارف كيف؟ يعني بدك تفتح مثلا تمد مي كهرباء رخصه تفتيش كله كامل مأمن كله. عارف كيف؟ انت بس كون انت نفسك بدك تعمل شيء، يعني ما في شيء واقف قدامك. حاولتك تعمل ورشة بتسوي، لك تعمل أي مصلحة تانية متوفر كل الإمكانيات، بس الإنسان من ذاته هو طموح يكون بيطور من حاله أو بيسوي، والدولة بتساعد ولا طول العمر الشيوخ كمان ما بيأثروا كمان. الله يحفظ شيوخ دولة الإمارات، الله يديم الصحة والعافية إن شاء الله، ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد الله يرحمه إن شاء الله. في نهاية اللقاء الطيب ده اللي أنا شخصيا مستمتع بيه برضو، حابين نسمع من حضرتك رسالة شكر لأي شخص كان داعم لك طول فترة حياتك العملية. والله الحمد لله أنا بالأولى أنا أشكر زوجتي يعني اللي هيك وقفت بجنبي لما خلصت من الوكالة، وكان الدعم كثير يعني، وهي شجعتني إنه أدرس مدير إداري، وشجعتني أتقوى باللغة الإنجليزية كمان. الحمد لله أنا ما بنكر الشيء هذا، والحمد لله أعطتني أولاد جوهر يعني. والدعم الثاني اللي هو المرحوم عبد الله بن زيبان، هو كان كفيلي برضه أعطاني دعم وسوينا رخصة وكبرنا يعني، والحمد لله يرحمه توفى كيف في حادث. والحمد لله ودعم الشكر لكل الناس اللي وقفوا حوالي ودعموني، سواء عملي سواء بكلمة طيبة كيف،
والحمد لله الله ما بزن إلا كل بلاد الحلال الطيبين كثير. واحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر كل شخص كان داعم لحضرتك ورحلة حياتك العملية عشان يصير برضو قدامنا هذه الشخصية العظيمة المرموقة، ان في حاجات حضرتك خبرتنا بيها قبل الحلقة ما خب يعني واحنا بنعمل بروفا مع بعض ما خبرتها في الحلقة. الحضرتك برضو راجل مخترع عنده افكار بتساعد الشباب، عشان كده انا عايز استغلك منك كلمة ورسالة تحب توجهها للشباب. والله شوف انا بحب كل شاب طموح كيف حابب يطور من نفسه من كيف هو يسأل نفسه انا بدي ايش. يعني انا في عندي ناس بقول لي والله انا بدي اعمل مصلحه، قلت له انت شو بدك، مش بدك تعمل ايش، انت شو رغبان، يعني انت حاب هالمصلحه هاي عشان بلا مؤاخذه اذا مش رغبان الشغله راح تفشل العمليه. انا عايز اشتغل مثلا ميكانيكا، مثلا انا إلي نظره في الميكانيكا، أكون مثلا أنا في شغال في إدارة وأشتغل ميكانيكا أنا راح أخسر في النهاية. ليش؟ لأنه نفس العامل اللي موجود تحتي في الميكانيكا راح يضحك علي. أكيد أنا أشجع أي مصلحة واحد يسوي أي شيء بس تكون فهمان فيها أو عندك ملامح الموضوع هذا. يعني أعمل شيء اسمه دراسة جدول، دراسة جدول عشان يوريك الشغلة راح تخوضها إيش هي. أكيد أنت لما تعمل دراسة جدول توصل المعلومة صح اي حاجه اي مصلحه. يعني المهن كلها بترحب بكل الشباب اي مهنه، بس اللي رغبان اللي بده يطور من حاله كيف، اللي عايز يطور يكبر يصير وله اسم يضغط على نفسه زي ما انا سويت. انا ضغط على نفسي يعني بقول اكثر من اللازم الحمد لله. يعني لما بديت ميكانيكي في وكاله وانا صغير عمري 18 سنه ضغط على حالي ست فورم، ضغط على حالي ست ورشه مانجر، بعدين صرت سيرفيس مانجر. جيت هون عدم 2005 ولا حاجة، ضغط على حالي صرت الحمد لله بدل محل اثنين ثلاثة موجود. فالإنسان يتطور، هو تطور ذاتي، هو شو نفسه يصير بصير. ما في واحد تجبره انه بدك المصلحة دي ولازم تصير، ما في، هو نفسه يجبر نفسه حاله بحاله. عارف كيف؟ ودي احسن حاجه اختم بيها حلقتي مع حضرتك. الله يسلمك، اتشرفت بيك اليوم وسعيد بيك يا سيد سعيد جدا، وعلى المعلومات الطيبه اللي تأثرت بيها برضو برنامجنا. الله يسلمك، مشكور وما تقصر، وان شاء الله اجي لك في فروع تاني داخل الدوله ان شاء الله. الله يديم الصحه والعافيه، تبقى ان شاء الله وكاله كبيره وحلقه قدها يعني. حبيبي بسيطه ولما مشكور سيد زي. الله يسلمك يا ولدي. اليوم اعزائي المشاهدين كنا داخل ورشه ابو عسكور لتصليح السيارات مع السيد سعيد عيساوي، وهو الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله. الله يحفظكم إن شاء الله. مشكورين.